معانا على الهاتف احدث النجوم المنضمين للنادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي المنضم حديثا من امبي لمده 4 سنوات ونصف، الكابتن حمدي فتحي. كابتن حمدي مساء الخير والف مبروك اولا، وسعداء بوجودك معانا ضمن كتيبه النجوم في النادي الاهلي وانضمامك لهذا الكيان الكبير. مساء النور يا استاذ محمد، الله يبارك فيك طبعا، وانا طبعا سعيد وفرحان طبعا ان انا اكون موجود في النادي الاهلي نادي القرن طبعا الفتره اللي جايه، وربنا يكرم ان شاء الله ويكون على قد المسؤوليه باذن الله. يعني كنت متفائل ان الصفقه هتتم، النادي الاهلي كان مصر على وجودك معانا لانهم على ثقه انك يعني لاعب مميز جدا وهتكون اضافه فنيه للفريق، هل ابديت رغبتك للمسؤولين في النادي انهم يدخلوا في مفاوضات قويه؟ كان عندك رغبه كبيره بان تنضم للنادي الاهلي ونقلت رغبتك دي للمسؤولين في نادي انبي؟ مظبوط، يعني المفاوضات خدت وقت كبير، ف كان كل شويه في مشاكل وبتاع عشان الصفقه، فربنا سهل الحمد لله يعني انها تمت على خير، يعني الحمد لله يعني، وانا دلوقتي موجود في النادي الاهلي. طيب عايز اعرف منك كمان الفتره الجايه ايه الرساله اللي عايز توجهها، توعد جماهير النادي الاهلي بايه بعد انضمامك رسميا للنادي الاهلي؟ ان شاء الله اكون على قد المسؤوليه باذن الله، وان شاء الله ناخد كل البطولات الفتره اللي جايه ان شاء الله. باذن الله موفق وتكون اضافه كبيره للفريق وتكون لك بصمات مؤثرة مع الفريق على المستوى المحلي والمستوى الأفريقي، وبنرحب بيك كلنا جماهير النادي الأهلي ومشاهدي القناة وكل محبي النادي الأهلي في كل مكان، الناس سعيدة بيك جدا يا حمدي، وكانوا بيقولوا ده لاعب مميز جدا وحابين يكون موجود في النادي الأهلي، وأعتقد المسؤولين في النادي نقلوا ده طبعا خلال المفاوضات لأصدقائنا اللي بنحترمهم جدا إدارة والمسؤولين في نادي إنبي. إن شاء الله بإذن الله مسؤولية، وربنا يكرم ان شاء الله الفترة اللي جاية يعني ان شاء الله. متفائل بان النادي الاهلي كمان معاك مجموعة كبيرة من النجوم وضم عناصر كتيرة، تعتقد انه هتكون في شكل مختلف وهتكون في صورة واداء فني وشخصية كروية مختلفة للنادي الاهلي في الفترة الجاية بعد كل التعاقدات والصفقات المميزة دي؟ ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله موفق يا حمدي، وبشكرك جدا. النجم حمدي فتحي القادم من نادي انبي والتعاقد رسميا مع النادي الاهلي لمده 4 سنوات ونصف، بشكرك كابتن حمدي وسعداء بمشاركتك معنا، وان شاء الله تكون بدايه لانطلاقه كبيره ومشوار مختلف او مرحله جديده في حياتك كلاعب كره قدم محترف، وتكون كمان اضافه كبيره لفريق النادي الاهلي مع زملائك في الفتره الجايه.